بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين لابد ان يعلم المرء ان السعاده في الدنيا والاخره انما هي مقترنه بالعمل بما يذكره امير المؤمنين اما صرف العلم الحكمه التي هي قد تكون وديعه لدى الانسان هذا لا ينجي الانسان لا في الدنيا ولا في الاخره فان الحكمه على قسمين حكمه مستودعه إنما جعلت وديعة لدى الإنسان يحملها ومن ثم تغادره وأخرى حكمة مستقرة حكمة تكون مع الإنسان فلا بد من القول بأن الحكمة المستودعة إنما هي ما يحملها الإنسان إلى غيره ولا تنفعه كمثل الحمار يحمل اسفارا، تلك الاسفار لا تنفع الحمار وهذه الحكمه وهذه العلوم المستودعه لا تنفع الانسان ايضا، لذلك الحكمه في نفسها لا تلازم السعاده بمعنى الحكمه المستودعه، نعم الحكمه بالمعنى الاخص التي لا يعبر بالمستودع منها الحكمه فهي تلازم السعاده كما نشير اليه. في القران الكريم هناك اقتران بين الايمان والعمل الصالح دائما. المظهر بلا مخبر هذا لا ينفع. العقيده بلا سلوك ايضا هذا امر لا ينفع، وانما اقترانهما هو الذي يجلب السعاده في الدنيا والاخره. في الحديث الشريف ورد أن الحكمة ضالة المؤمن المؤمن ضالته الحكمة يفحص عن الحكمة أينما حل أو ارتحل ليجدها فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق كما في الكلمات القصار الكلمة رقم خمسين خذ الحكمة ولو من أهل النفاق يعني قد يكون المنافق الذي مظهره غير مخبره، هذا المنافق ايضا قد يتحلى بالحكمه، ولكن الحكمه التي هي مستودعه فيه، في تلك القضيه ان ابليس راى نبيا من انبياء الله عز وجل ونصحه بعده نصائح، فذلك النبي قال له: عرفت هذه الامور التي ذكرتها، فابليس اسف على فعله انه كيف نصح شخصا بنصائح مع أن هدفه إبليس في الحياة الهدف الذي رسمه لنفسه أن يضل جميع من في الأرض فهو أيضا آل على نفسه أن لا ينصح بني آدم إبليس هو أم الشرور ومع ذلك قد تخرج من كلمته حكمة يتأثر بها البعض ويستفيد منها في الحديث الاخر رب حامل فقه الى من هو افقه منه يعني هذا الرجل في مرتبه من الفقه ولكن يحمل في قلبه ما لا يفهمه وانما يعطيه الى من هو افقه منه ليستفيد منه في روايه اخرى ايضا يقول الامير المؤمنين كما في الكلمات القصار رقم 79 خذ الحكمه ان كانت لا يهم أن, تكون ان تصدر الحكمه من فم من خذ الحكمه ان كانت كثير من كبار علمائنا هؤلاء انما جلسوا في محاضره بعض المخالفين واستفادوا منهم في تاريخ حياه الشيخ المفيد الشيخ الطوسي والكثير الكثير من الاعلام من اعلام الطائفه هؤلاء إنما استفادوا من المخالفين تلك الحكمة التي كانت مستودعة في قلوب المخالفين انتقلت إلى قلوب استقرت فيها فوصلوا إلى تلك المراحل فالإمام يقول في هذه الكلمة خذ الحكمة أنها كانت فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره غير مستقرة في صدره في حالة التلجلج حتى تخرج لا تستقر الى ان تخرج من قلبه فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن فتسكن تخرج وتاتي الى قلب المؤمن المليء بالحكمه فهذه الحكمه من صدر المنافق تاتي الى صواحبها في قلب المؤمن فاذا الحكمة المستودعة هذا هذه لا تنفع الانسان ابدا وانما هو يحملها الى غيره فلو اراد الانسان الاستفادة من كلمات امير المؤمنين عليه ان يعلم بان المعرفة بهذه الكلمات ان امير المؤمنين عن الدنيا يتكلم هكذا وعن الحكومة والرئاسة يتكلم كذا يضبط للإنسان حياته الفردية حياته الأسرية حياته الاجتماعية هكذا يعب هذه لا تنفعه إن انسلخ عن العمل بتلك الحكم والكلمات والخطاب بل الحكمة بالمعنى الأخص نقول بأنها لا تنفك عن العمل الحكمة المستقرة في القلوب هذه لها تشعشعات، لها اظهارات. العلم بلا عمل لا ينفع، وانما تمام العلم وكمال العلم وواقع العلم بالعمل. وان لم يعمل الانسان بما علمه فهو سفيه. لو علمت بوجود اسد هائج مفترس خلفك يريد ان ينقض عليك. هذا العلم يساوي الفرار. يساوي حركة الجوارح حركة الأقدام للفرار أما من لا يتحرك يقف في مكانه فهو سفيه هذا علمه علم ناقص هذا لا علم في الواقع علم الإنسان يدعو الإنسان ويحرك الإنسان نحو العمل إن لم يعمل فلا علم الحكمة كذلك الحكمة إن لم تظهر على الجوارح على الأقوال إن لم تظهر على طريقة فكر الإنسان إن لم تظهر في قلب الإنسان بما يرتبط بالقلب وفي عمل الإنسان بما يرتبط بالجوارح إن لم تظهر في عين الإنسان في أذن الإنسان في لسان الإنسان في أفعاله وحركاته وسكناته فهذه ليست بحكمة حقيقة الحكمة التي تلازم السعادة هي الحكمة التي اقترنت بالعمل وبالفاهم لذلك يؤكد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يؤكد أمير المؤمنين على ضرورة اقتناء اقتران الحكمه بالعمل يقول في الحكمه رقم 274 اذا علمتم فاعملوا واذا تيقنتم فاقدموا المتيقن يقدم الشك لا يقدم من علم بوجود المفترس خلفه فيفر هذا متيقن اما الشاك فلا لذلك ورد بالنسبه الى الموت انه هذا يقين ولكن اشبه بالشك لماذا لان الانسان متيقن من ان وراءه الموت ووراءه الاخره متاكد من ذلك ولكنه لا يعمل فهذا في الواقع يقينه هو شك لذلك يقال ان الموت حق ولكن للجار حق انا معتقد بالموت ولكن بالنسبه لي أنا شاك بالمعنى أنني لا أعمل لآخرتي لا أهيئ لآخرتي ولكن عندما يرى الإنسان ملك الموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إذا العلم يجب أن يكون محرك تكويني هنا يتوافق العلم والعمل أما بلا حركة تكوينية فكلا في ما مضى قلنا بانه قد تكون لدى الانسان صفه تلك الصفه يعني بعض الصفات العارضه للانسان اما تكون صفه محضه بلا تطبع يعني الفرد لم يتطبع على تلك الصفه وانما اتت وذهبت كما في ساحه الحرب مرة واحدة يأخذ السيف ويقتل العدو لمرة واحدة هذا يصدق عليه أنه شجاع هذا رجل شجاع هجم على العدو وقتله هذه الصفة غير ملازمة أتت مرة واحدة ولكن في مرات أخرى يفر من الحرب فراره من الأسد فإذا هذا شجاع لمرة واحدة تحلت فيه هذه الصفة ولكن لم يتطبع عليها وتاره اخرى لا تجلت فيه هذه الصفه وتطبع عليها الى ان اصبحت حاله في نفسه يعني هذا حاله الشجاعه ظهرت فيه تلك الصفه بمرور الزمان بالاصرار بالممارسه اصبحت حاله تطبع عليها فتراه مقداما في كثير من الحالات عندما يهجم العدو فيذهب للدفاع عن عرضه عن ماله عن دينه عن وطنه هذا حاله الشجاعه من الصفه تبدلت الى حاله تطبع عليها ولكن تاره ثالثه هذه الحاله تتجذر في اعماقه بمقدار انها لا تنفك عن هذه الحاله تتبدل الى ملكه ملكه الشجاعه طبعا هي الملكه لها درجات الملكه قد تضعف وقد تقوى فاذا واحد وصل الى تلك المرحله الكامله من ملكه الشجاعه الواصل الى تلك المرحله هو امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام عندما كان في ساحات القتال وجبهات الجهاد يدخل في عمق الاعداء ولا تاخذه في الله لومه لائم يدخل ويحصد الرؤوس هذه ملكه الشجاعه تجلت في اعظم مراتبها للانسان ايضا كذلك، الحكمة في الانسان قد تكون حالة قد تصبح قد تكون صفة تصبح حالة وقد تصبح ملكة. وهذه الملكة لها درجات ومراتب. وقد يكون الانسان الحكيم بملكة الحكمة بما انه هذه الحكمة لا تتجلى في اعماله فتنقلب الى حالة وتنقلب الى صفة وقد تذهب منه كليا. الايمان صفه الايمان، ثم حاله الايمان، ثم ملكه الايمان، وترى ان الرجل المؤمن في منزلق خطير وفي امتحان الله عز وجل يخسر ايمانه وينتهي كل شيء. اذا يجب ان تكون تلك الصفه وتصل الى مرحله الملكه، وتقوى الملكه في الانسان. المجتهد اذا ترك الاجتهاد فتره ينسى عملية الاستنباط. الخطيب المفوه إذا ترك الخطاب لفترة طويلة تراه يلحن في كلماته وفي خطبه. كذلك الحكمة إن اقترنت بالعمل فتنتج، وإذا ترك الإنسان العمل ترى أن الحكمة تضعف في قلبه وتضعف في قلبه وتكون حكمة مستودعة وقد تذهب عنه نهائيا. لذلك ورد عن امير المؤمنين في الحكمه رقم 366 يقول عليه السلام: العلم مقرون بالعمل. العلم مقرون بالعمل. لا يفارق احدهما الاخر. فمن علم عمل. العالم يعمل. والعلم يهتف بالعمل عندما تعلم بحسن امر تذهب اليه، وعندما تعلم بقبح امر تتركه. والعلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل عنه. يعني فان اجابه العمل فبها هذا علم مقرون بالعمل والا هذا العلم يرتحل عمن كان عالما. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان اشرف اهل الارض ابليس لانه عالم بكثير من القضايا. إذا المهم أن العلم يكون مطبوعا في القلب وهذا الطبع في القلب يوجب ظهوره على الجوارح وأما العلم المسموع فلا ينفع لأنه لا يظهر على الجوارح لا يتعدى الأذن ورد أن العلم علمان علم مطبوع وعلم مسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن مطبوع الفرق أن المسموع لا يتعدى الأذن أما المطبوع فيظهر على الجوارح والجوانح أيضا إذا من الضروري جدا أن يبدأ الإنسان بتهذيب نفسه حتى يستمع للحق لأن النفس طاغية الحكمة العملية في نهج البلاغة كما ذكرنا إلى بعض ابعادها في الحلقات السابقه تجلت الحكمه العمليه في نهج البلاغه طريقه الانسان سلوك الانسان اذا واصل كل شيء تهذيب النفس اذا هذب الانسان نفسه روض هذه النفس الاماره بالسوء يمكن لقلبه ان يتسع لكلمات امير المؤمنين ان يتسع قلبه ويظهر اثر ذلك على جوارحه وفي عمله وفي قوله بل في فكره ايضا ايجاد العلقه من الضروري ايجاد العلقه بين الحكمه العمليه والحكمه النظريه امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كما في الرساله رقم 31 واكرم نفسك عن كل دنيه هذه النفس الاماره اكرمها الكرم يعني الرفعه العلو نفسك خلي تكون مرتفعه عن هذه الامور الدنيه التي توجب تلويثها واكرم نفسك عن كل دنيه وان ساقتك الى الرغائب النفس تسوق الانسان الى الرغائب ولكن انت اكرم نفسك عن كل دنيه فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا انفاس عمرك اثمان الجنان فلا تشريبها حطبا في الحشر يشتعل الأنفاس هذه تذهب ولا ترجع أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بع نفسك لله بع نفسك لآخرتك ولمرضات الله عز وجل بعد ذلك أمير المؤمنين يقول ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا قد يكون الإنسان عبد المادة عبد الشهوة عبد المرأة عبد الدنيا عبد البيت عبد السيارة هذا عبد ولكن خليك فليخرج الانسان من ذل عبوديه غير الله الى عز الحريه التي هي تكمن في عبوديه الله عز وجل. امير المؤمنين هو فدته نفسه بنفسه جمع العلم والعمل في حياته التي هي اسوه للاخرين يستطيعون يقتدون به ويستطيعون من نوره في اقواله في افعاله. مثلا عندما يريد ان يبين الفارق بينه وبين عمرو بن عمرو بن العاص في الخطبه رقم 84 يقول الفرق بيني وبين عمرو بن العاص ان ذلك قدم الدنيا وانا قدمت الاخره. يقول اما والله اني ليمنعني من اللعب ذكر الموت انا اقدم الاخره لماذا لا العب في الدنيا؟ لماذا لا اريح نفسي؟ لماذا لا استفيد من بهارج الدنيا وزينتها؟ كالاخرين يمنعني عن ذلك ذكر الموت وانه يعني عمرو العاص ليمنعه من قول الحق نسيان الاخره هذا الذي ارتبط بالدنيا الدنيه نسي انه خلق للجنه اختار النار على النعيم هذا يلعب ويترك الحق ومتعمد على عدم قول الحق لانه نسي الاخره طبعا نسيان الدنيا والركون الى الله عز وجل لنيل السعادة في الآخرة هذا أمر صعب أمير المؤمنين يقول تحمل الصعاب طيب واحد لازم يتحمل الصعاب والمشكلات والأذى كما تحمل الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام المشاكل سبق وأن ذكرنا عبارة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام يقول لو احبني جبل لتهافت على ما فسره الشريف الرضي رضوان الله عليه بان من يحب امير المؤمنين يعني يكون مقتديا بامير المؤمنين حتى لو كان جبل من شده المشاكل والصعوبات والاذى والالام يتهافت. لذلك امير المؤمنين يقول ولا تاخذك في الله لومه لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان. الغمرات خذ في تلك الغمرات ادخل في المشاكل قل لا لليأس ونعم للمشكلات لا للسكون ونعم للخوض في المشاكل هذا يوفق الانسان وتوفق وتفقه في الدين كما يقول امير المؤمنين من ربى نفسه هكذا ابتعد عن الدنيا الدنيه هذا لا يخاف الموت ولا يخاف الاخره إذن لو أراد الفرد أن يفقه كلام أمير المؤمنين أن يستفيد من نهج البلاغة عليه أن يربي نفسه لتلقي تلك الحكم والعمل بها هذا يوفق أما صرف العلم بما في نهج البلاغة بلا عمل من الإنسان هذا لا يساوي شيئا بل قد يزيد صاحبه سوءا وخسارة ونارا الجاهل يعذب المقصر اما العالم المتعمد فعذابه اشد من عذاب الجاهل المقصر في روايات عديده مستفيضه بالمتواتره بان حساب العالم غير العامل اعسر من حساب الجاهل المقصر والامر واضح بديهي ذاك لم يسمع فانما خالف الله عز وجل في انه لم يتعلم، ولكن هذا عن علم وعمد، انما جابه الله عز وجل، وشهر سيفه مخالفه لله عز وجل. طبعا هذا يعذب ويشتد عليه العذاب، لذلك من يريد ان يجلس على مائده امير المؤمنين في نهج البلاغه حقيقه عليه ان يصفي نفسه ان يصفي ذهنه من كل قيل وقال ما اكثر العرفاء الذين والمتصوفه الذين يجيرون كلمات اهل البيت لمصالحهم، يعني هذا ما يريد يستفيد من روايه اهل البيت وانما هذا الرجل ياتي يجلس ياتي باراء افلاطون مثلا الكفريه بعضها ويريد أن يجير رواية الإمام الصادق لهذه الرواية لهذا لهذه العقيدة الباطلة هذا لا يستفيد من كلمات أهل البيت هذا يريد الاستيكالة بكلماتهم وتجيير تلك الكلمات لكفرياته هذا عذابه مضاعف على الإنسان أن يفرغ ذهنه ويجلس على ما أدث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ليستفيد من ذاك المنهل العذب، يقرر في نفسه أن يعمل بما في نهج البلاغة، هذا الرجل يوفق. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من وصل إلى هذه المرحلة لا يخاف الموت، لا يهاب الموت، لأنه متأكد من أن الموت مرحلة ينتقل الإنسان منها عبر تلك المرحلة الى الاخره، الى السعاده الابديه. يقول في الخطبه رقم 180: وان احب ما انا لاق الي الموت. احب شيء الاقيه هو الموت. يعني هذا اليقين بالاخره طبعا تجعل مثل امير المؤمنين يرتاح من هموم الدنيا وغمومها بالموت. في الخطبة رقم خمسة يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدية أمه إذا الموت حقيقة والآخرة حقيقة فلما الخوف؟ هذا لمن هذب نفسه لمن سلم الأمر لمولاه وأما ذلك الآخر الذي لا يرى إلا الحياة الدنيا يود لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر ألف سنة عمر اليهود بعد ذلك ماذا فرعون لو كان يعمر إلى الآن آلاف السنين وهل هذا كان ينقذه عن الآخرة تنتهي الإنسان سبعين سنة ثمانين سنة تسعين سنة ينتهي أقل أكثر فعليه أن يفكر في آخرته وهذا لا يرتبط بأمير المؤمنين فقط يعني عدم الخوف من الدنيا أمير المؤمنين يشوق الآخرين عدم الخوف من الموت يشوق الآخرين بذلك يقول في الخطبة رقم 38: فلا ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من احبه، من خاف الموت لا ينجو من الموت، فإذا هذه حقيقة نحن نذهب مع آنات الزمان واللحظات والثواني نذهب مع الزمان إلى الموت، يعني الزمان كأنما يقودنا إلى الموت إذن لو أراد الإنسان أن يصل إلى الحكمة النظرية ومن ثم يطبق الحكمة في حياته العملية هذا عليه أن يهذب نفسه أن يبتعد عن بهارج الدنيا عن زينة الدنيا هذا الرجل يصل الى تلك المرحله العاليه التي تجعل قلبه قالبا وقابلا للحكمه. ياتي الى نهج البلاغه عندما يقرا نهج البلاغه يستفيد من نهج البلاغه، يستفيد في حياته. هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.